منك اصعب موقف ولا لا جبته ولا كمله؟ ايه والله المواقف واجد يا ابو محمد، لكن في موقف لكن ما هو بصعب، لكن فيه دعابه شوي مضحك، لكن هو ما جابوا المقطع اللي هو حق ام حشيه، وفي مقطع ما يمكن ما انتبهوا للعيال مرسل لابو عبد الله. انا بالمقطع الصعب اللي ايه تمنيت انك ما طلعت. اللي ما طلعت والله كثير. ايه كثير. انا اذكر مره في احد الجبال كان فيه طال عمرك ايش ولا احد الطيور الجارحه. تمام. وانا صراحه قلت ابى اصله وبشوف الطير هذا وش عنده داخله، اكيد ان فيه فروخ ك يعني معلومات عامه وماكوله وكذا. المكان اللي فيه خاصه الصقور والنسور تجي في اماكن مرتفعه ونادر تحصل لك مكان لها تطلع له، نادر. تمام. فالساعة 1 الظهر طبعا درجة الحرارة تقريبا 50، وجيت في هاك الضلع قلت بقيل وسوي غداي، والله وانا عاين سدى طال عمرك لاني اشوف الطير يوم من وقع من تولي لي انا من تحت ما اقدر اسله، لازم اطلع فوق وفيه من حدر بسيط بعد من حدر بسيط له، متى بطلع؟ والله وانا اخذ مع الضلع طال عمرك وانا انزل، ويوم جيت الشعب هذا حاجه بسيطه طولي انا بالضبط تسهلت النزول، ويوم اني نزلت طال عمرك لازم ابعاين سده لازم اسوي التفاف عليه، لكن ماسك بحصى ثاني وعاين في محل فروخ الطير ذا، وصورت وثقت الطيور هذه كتواجد لها في الطبيعه وكذا. تمام. ويوم جيت بطلع فالمسافة اللي أول شوفها هيناها طلعت علي أعلى. تمام. إن النزول خاصة في المحاضرات هذه تشوف البسيط، لكن والمثل يقول فكر في الصعود. إي الله الله قبل النزول. نعم. إي بالله. وغفلت صراحة ذاك اليوم، غفلت عن نفسي. يوم جيت بطلع قال محلك تحت يمكن 4 متر. إيه. وفوقي يمكن 1.5 متر. المتر النص هذا ما فيها مراقي نهائيا. وسبحان الله من المعلومات عن الجبال يا منك ارتبكت خلاص تضيع والله، حتى الهواء يحرك وتعرق يديك على طول. تمسكت شوي الي والله ما حولي احد في صحراء، اقرب نقطه لي يمكن 50 كيلو قريه اللي هي قريه عندنا اسمها صخيبره، قريه فيه ارسال ولا ما فيه؟ لما منطقتي ما فيها ارسال. ايه انا طال عمرك ابطلع، كل ما ارتفعت شوي المسافه بسيطه يعني 1.5 متر ما هي شيء، لكن في منحدر ضيق على قد انا والله يا الربع يمكنني جلست يمكن ساعتين ودخلني عاد ارتباك، ما هي من عادتي، لكن ذاك اليوم سبحان الله دخلني التوتر فقدت التوازن، معي الحربه حقتي قلت ما فيه اخر حل، الاربع متر ما اقدر انزلها يا طبح. تمام. سافه يعني أغز الحربة طال عمرك فيها صخرة العلي مرتفع حاجة بسيطة ولازم أرفع نفسي عشان أدقها في الحصى ذي. تم صرت حق أبطال المغامرات. إي الله الله. إي 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 الله الله. المهم طال عمرك والحمد لله ويسهل الله الرفع، نين أدري إني جيت محل الصخرة لازم تدخل، لكن السؤال عندي هل هي قوية ولا لا؟ أنا بتعلق عليها الحين ما عاد في حل أتعلق على دي. وانا ادخل الحربه دقه دقنين حسيت انها انصفت، يوم انصفت طلع الحاد منها خليته داخل. تمام. عشان لو طحت ولا طاح علي ما يضر. المكان اللي انا فيه مقاسي انا فقط، يعني ما تمديك تريح حتى نفسك لا جلوس ولا. المهم وانا تل الحديده هذه لين شفت انها ثبتت. تمام. ما عاد علي منها خطر. وهي مترين؟ اي تقريبا متر ونص الي مترين وطولك 1.5 متر. يعني. اي حاجة بسيطة لكن هي عند التوازن سبحان الله. تمام. وأنا قلت يا رب إني متوكل عليك. انجلست والله ما حولي أحد اللي يجلس لي كله بعد. تمام. وأنا أتوكل على الله طال عمرك وأنا أحط يد الحديدة حارة. احنا درجة الحرارة والله في عز الصيف. درجة الحرارة يمكن 45 ما فيها كلام إذا ما هي 50. وأنا أحط يدي. لازم الحين أسحب نفسي سحب. يعني إذا ترقى برجلك ما تقدر. إلا حاجة بسيطة. واحط يدي طال عمرك وانا اسحب نفسي يمه صعود الحديده اللي خلى متاكد منها انها ثقيله.
يعني بعض الحديد ينكسر معك مع الضغط. المهم قلت ما في، هي يا حياه يا موت، وانا احط ايدي طال عمرك وانا اشد نفسي شد. نين ارتفعت على الحديده، يوم ارتفعت اللي فيه طال عمرك حاجه بسيطه، فتحها في نفس الصخور ذي اللي ثبت رؤوس اصابعي عليها البسطار اللي معي الله يعزكم، ثبت رجل هنا الباقي ما لها متسار، وحش الرجل الثانيه شوي منها بس عشان تثقل على الرجل الاولى اللي هي ثابته ورقه. يو لين عمد الحربه طال عمرك، يوم وصلت الحربه ما في غير اسوي عليها التفاف لان الحين مسكره علي الدرب، وعلى ذا طال عمرك وانا اسوي التفاف بسيط لان حسيت تعدت جنبي الايمن، ويا يستر الله سبحانه وتعالى واطلع. يمكن هو اصعب موقف صراحه، توقعت اني ما اطلع منه، ما اطلع والمسافه بسيطه. هذا عاد من غير المطيح من غير بعض الامور، لكن من اللي يقول اول داخل الكهف.